شقيقان مصريان يعملان في مجال الهندسة، لكن الإنتاج الموسيقي استحوذ على اهتمامهما، وتحول هذا الاهتمام إلى سلسلة من الفيديوهات الموسيقية الفريدة بطريقة مبتكرة، حولت إسلام وأحمد عصام الدين إلى فريق موسيقي رغم إصرارهما على أن ما يقومان به هو مجرد هواية مرتبطة بالتسويق أكثر من ارتباطها بالفن. ونرحب من القاهرة بمؤسس صفحة ضمير على فيسبوك إسلام عصام الدين، أهلا بك في تغريدة الصباح. تقول بأن صفحة ضمير هو مشروع لكن ليس فريق موسيقي، وأنت مهندس معماري في الوقت نفسه. الناس الآن تجد صعوبة بتفسير ما تقومان به، كيف تصفه؟ لا مفيش صعوبة ولا حاجة، يعني هي دي كانت هواية عندنا بدأت من 19 سنين كده تقريبا، واديناها وقتنا، يعني اديناها وقتنا وركزنا معاها كويس واشتغلنا عليها كويس، فنتج من ده اللي انتم شايفينه. يعني هو نتج حاجة تمزج ما بين التسويق الرقمي، الانتاج الموسيقي، وايضا فيسبوك ومنصات التواصل الاجتماعي. فانت ممكن دخلت بالصدفة هذا المجال في التسويق؟ لا، هو مش دخلت بالصدفة في هذا المجال في التسويق. دي كانت هواية عندنا ان احنا نعزف وان احنا نصور. بدأت افكار تتكون عندنا خصوصا في التصوير، يعني افكار عندنا بنبقى مركزين ان الفيديو يكون فيه فكرة، ما يبقاش فيديو وخلاص. يعني لغاية ما قدرنا ان احنا نصيغ الافكار بتاعتنا دي في هيئة افكار، يعني فايت افكار وفيديوهات لغايه ما طلعت زي ما انت شايفين. تمام، هي الفيديوهات تعتمد على التاثيرات الصوتيه، يعني نرى بان واحد من الفيديوهات الذي حصد 400 الف مشاهده اعتمد على اصوات من السياره، اصوات نسمعها بشكل يومي، لكن انت مزجتها مع الموسيقى. الهدف من ذلك ما هو؟ الهدف من ده ان احنا بنوصل فكره ان الناس ممكن تنتج المزيكا بشكل مختلف، يعني بنحاول يعني نوري الناس حاجه جديده مش الشيء التقليدي. يعني احنا كان ممكن نعمل زي ما اي ناس بتعمل، نحط كاميرا ونصور فيديو عادي خالص، بس احنا كان غرضنا الفكره، يعني غرضنا ان احنا نوري الناس حاجه مختلفه. بس نجحتم في ذلك، اظهرتم شيء اكيد مختلف، لكن بالوقت نفسه ايضا فتحت لكم ابواب. هناك معلنين، هناك شركات، هناك ربما فرق موسيقيه. ما هي الابواب التي فتحت لكم بسبب هذه الفيديوهات؟ بسبب الفيديوهات دي الحمد لله جالنا شغل في الفيديوهات دي، ففي مجال المونتاج وفي مجال الدعايه عامه، لان الافكار دي بتستهوي شركات الدعايه بشكل خاص، ان هم غالبا بيدوروا على الافكار الجديده وعلى الحاجات اللي بتلفت الانتباه، الحاجات اللي بتتشاف بمعدل عالي. يعني فجالنا عروض كتير وجالنا شغل كتير من شركات اعلان وكده. تمام، عشان كده كنت بقول لك انك دخلت عالم التسويق من خلال ربما الموسيقى. اسلام، انت ما كانش مقصود خالص، يعني تمام، هذه كانت الفكره من الصدفه. انت تعمل في مجال الهندسه، لكن عندما نتحدث عن 400 الف مشاهده وقرابه 50 الف متابع على صفحه فيسبوك، لابد انك تفكر بخطوه مستقبليه ربما. ما هي
خطوتنا المستقبليه هي دي، يعني هي دي طبعا هوايه مش شغل اساسي بالنسبه لنا، بس احنا يعني حلمنا ان احنا نوصل فيها اكتر من كده، وحلمنا ان اسم ضمير ده يتحول لشركه انتاج كامله ليها اسمها وليها بصمتها الخاصه في الفيديوهات بتاعتها يعني. تمام. عندما بجانب طبعا شغلنا الاساسي اللي هو الهندسه، اللي هو الهندسه، عندما يكون لك هوايه يعني انت وشقيقك تعملان في هذا المجال، ما الذي تحتاجان اليه من دعم الان لتحويل الفكره الى مشروع صغير؟ نشتغل زي ما احنا شغالين بالمعدل اللي احنا شغالين بيه ده، بس نشتغل على انتاجنا في الفيديوهات يكتر اكتر من كده، بحيث نطور احنا من نفسنا. احنا فيديو عن التاني بنبدا نكتسب خبرات اكتر، بنبدا نطور نفسنا في المجال ده نفسه، لان هو محتاج مش مجرد الواحد يتعلمه، محتاج يطبق ان هو يصور وينتج فيديو سواء مزيكا او فيديو يعني، وده بيضيف لنا، كل فيديو بيضيف لنا عن اللي قبله، بيضيف لنا خبره احنا نفسنا، فده بيخلينا نطور نفسنا اكتر. طيب يعني هل مثلا هناك دعم مطلوب من اي شركات، ام انه منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك تكتفي بالنسبه او كافيه بالنسبه لكم لحصد هذا الانتباه؟ لحد دلوقتي احنا مكتفيين جدا بالفيسبوك، بالعكس ده كان اكتر من توقعاتنا، كمان كان اكتر جدا من توقعاتنا نسبه المشاهده ونسبه الناس اللي بتكلمنا وبتحاول تتواصل معانا بخصوص يعني شغل هم عايزينه او حاجات هم محتاجينها في المجال ده. يعني الى الان ده كافي بالنسبه لنا، لان احنا ما نقدرش نركز في الشغل ده ونسيب شغلنا الاساسي، لسه الخطوه دي لسه ما حسمناهاش مع نفسنا يعني. اكيد. تمام. اسلام، ما الذي دفعك ان تفكر ان تدخل يعني او تسجل اصوات من السياره وتمزجها مع موسيقى؟ لانه نرى هذا نوع من الفيديوهات ربما ببعض الدول الغربيه لكن ليس في المنطقه. بالظبط. يعني الفكره بتبقى سهله والاصوات دي متاحه قصاد الناس كلها، بس الواحد ما بيجيش في دماغه ان الاصوات دي ممكن تبقى هي المكون بتاع البيت الاساسي بتاع الاغنيه. فاحنا بنجيب الفكره دي، يعني اللي بيسمعها بيبقى ممكن تبقى خطرت في باله قبل كده بس ما نفذهاش ما عملهاش. تمام. وانت احنا كل افكارنا بتعتمد على ان الحاجه بتبقى موجوده قصاد الناس، بس هي ما فكرتش ان هي ممكن تتجمع كده، احنا بنجمعها بقى، احنا اللي بنعملها. وانت متمرس في الموسيقى، يعني تعزف ايضا الات موسيقيه اليس كذلك؟ اعزف الات موسيقيه بس انا مش بروفيشنال، يعني انا ده مش دراستي طبعا، فالمجال بالنسبه لي بيعتمد على اعتماد كلي على اللي انا علمته لنفسي. فناس كتير ممكن بيبقى ليها نقد ان انا في الكمانجه مش مستوايا مش قد كده، بس ده علشان انا اللي معلم نفسي، مش محترف يعني، مش دارس موسيقى. جميل. طب كم يتطلب ربما الوقت لإنتاج الفيديو الذي قمتم به في السيارة من تسجيل ومونتاج ولحتى من البداية للنهاية؟ من البداية للنهاية بالضبط الفيديو ده خد مننا يعني من شهر لثلاث أسابيع تقريبا، ثلاث أسابيع بالضبط. وكيف تقسمان العمل بينكما؟ من يقوم بماذا؟ هو احمد تخصصه بالظبط في الاخراج وفي الرؤيه الفنيه، يعني احمد هو اللي بيجيب الفكره او احنا بنتناقش فيها، بس هو غالبا هو اللي بيبقى صاحب الفكره وبننسقها بقى، بنشوف هنصور ازاي والمشاهد الزوايا الكادرات بتاعتنا ازاي وكل حاجه، وهو بيبقى ليه الرؤيه الفنيه يعني. انا المنفذ اكتر. تمام. وقلت لي بانكم تعلمتم الكثير عن هذا المجال منذ بدايتكم عام 2013، ابرز ما تعلمتوه ما هو؟ تمام. ابرز ما تعلمناه المونتاج طبعا، المونتاج والتصوير بشكل خاص، والموسيقى، الموسيقى كتوزيع وكما يعني كمجال وعلم يعني واسع جدا يعني. لحد دلوقتي احنا لسه بنتعلم اكتر، من فيديو للتاني بنتعلم اكتر، ولسه ان شاء الله بنطور نفسنا يعني، بنحاول نطور نفسنا كل مره. طيب ولو هناك اي نصيحه مثلا ممكن ان تسديها لشباب لديهم هذا النوع من الافكار ولكن يترددون في اطلاقها؟ هما بيترددوا غالبا عشان الامكانيات. الواحد بيبقى فاكر ان هو لازم يبقى عنده امكانيات عظيمه وضخمه جدا زي الاستوديوهات وكده عشان يبدا ينتج، يعني دي بتبقى حجتهم دايما ان هم عندهم الفكره بس الامكانيه مش موجوده. فدول لا، احنا بنقول لهم ان نفذ فكرتك بامكانياتك هتطلع حلوه، لان الفكره هي اللي بتوصل، مش الامكانيه هي اللي بتوصلها. جميل. واخيرا ربما سريعا، خطا وقعت به وربما تعلمت منه ايضا في هذا المشروع، ما هو؟ خطأ وقعت بيه ممكن مثلا، هو هي الفيديوهات كل فيديو بيبقى فيه أخطاء أنا وأحمد بس اللي عارفينها، يعني ممكن الناس ما تاخدش بالها منها، فكل فيديو بيبقى فيه غلطة بنحاول نتلافاها في الفيديو اللي بعده، غلطات بقى في الإضاءة، غلطات في الكادرات، غلطات في المزيكا نفسها كعزف، فبنحاول كل فيديو عن التاني نتلافى كل الأخطاء دي يعني. تمام.
أخطاء فنية لابد منها. مؤسس صفحة ضمير على فيسبوك إسلام عصام الدين، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من القاهرة. شكرا لك. شكرا لك. شكرا.